يقابلها تدخلات لمصالح الحماية المدنية من جراء قلت انخفاض المحسوس في درجة الحرارة، من جراء الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى شبكة الطرق، وكذلك من خلال عملية التدخل اللي قامت بها مصالحنا على لاسيما على مستوى مختلف ولايات الوطن في مرافقة المواطنين، خاصة تلك المركبات التي كانت عالقة على مستوى شبكة الطرق الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية المناخية بسبب تساقط الثلوج والصقيع وكذلك الجليد. مصالح الحماية المدنية سجلت في هذا الشأن تدخلات عديدة، نبدأها بمحور حوادث المرور، حيث سجلت مصالحنا العديد من الحوادث المرورية على مستوى شبكة الطرق، خلفت لنا هذه الأخيرة وفاة 5 أشخاص وجرح ما لا يقل عن 300 مصاب بجروح متفاوتة الخطورة. تم إسعافهم من قبل مصالحنا في عين مكان وتحويلهم على جناح سرعة إلى أقرب مركز صحي لمكان وقوع الحدث المروري، فيما تم تحويل جثث الضحايا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفيات القريبة من مكان وقوع الحوادث. إذا تكلمنا على ما تدخلت به أو ما قامت به مصالحنا في موضوع إسعاف وإجلاء المواطنين الذين تعرضوا إلى الاختناق بأحادي أكسيد الكربون، نتكلم على أزيد من 54 ضحية كانت على وشك الوفاة بسبب استنشاقها وتشبعها بأحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة ومن مسخن الماء، وهذا بسبب نقدر نقول عدم توفر شروط التهوية وعدم التقيد بالإجراءات والنصائح والتعليمات التي أسدتها مصالحنا ووسائل الإعلام وكذلك مصالح صنع الغاز، في ظل برودة الطقس التي سجلتها قلت الولايات المعنية ببرقية حالة الجو. فسجلنا إنقاذ وإجلاء 54 ضحية من الذكور والإناث من مختلف الفئات العمرية وإيصالهم إلى أقرب مركز صحي لبداية التشخيص والتطبيب والتمريض. ثم بعد ذلك نقول بكل أسف وحسرة نسجل أزيد من 4 وفيات بسبب أحادي أكسيد الكربون القاتل الصامت الذي قضى على 4 أو 5 مواطنين بسبب نقدر نقول عدم توفر شروط التهوية وكذلك التقييد بالإجراءات والنصائح الخاصة بخفض أحادي أكسيد الكربون. إذا تكلمنا على ما يتعلق بالتدخلات لامتصاص المياه الأمطار التي تربت إلى البيوت والمنازل، نتكلم على العديد من التدخلات التي قامت بها مصالحنا في ولاية كيكدا وفي مختلف ولايات الوطن مختلف البلديات والأحياء، حيث سخرت المصالح الحماية المدنية أو قطاع الحماية المدنية كل الوسائل المادية والبشرية من أجل التكفل الأمثل بالساكنة، خاصة تلك البنايات المشيدة تحت دون مستوى الطريق والتي عرفت تسرب لمياه الأمطار بسبب ارتفاع الأمطار أو ارتفاع نسبة التساقط مما شكل لنا سيول ومياه جارفة. إذا تكلمنا على التدخلات الأخرى فيما تتعلق بتحرير المركبات العارقة بسبب الثلوج، نتكلم على تدخلات كانت على مستوى ولاية بجاية، على مستوى ولاية البويرة، على مستوى ولاية تيزي وزو، على مستوى ولاية سطيف، كلها تدخلات كانت بظرف وجيز أو في ظرف وجيز من خلال ما سجلناه من حركة مرور كانت نوعا ما بطيئة بسبب تساقط الثلوج والصقيع، الشيء الذي دفع بالمركبات إلى أن تصبح محاصرة بالثلوج والأفراد اللي موجودين بداخلها كذلك كانوا عالقين. فتدخل مصالح الحماية المدنية رفقة الدرك الوطني وكذلك مصالح المعنية الأخرى والجيش الوطني الشعبي سهل من مهمة المارة وسهل من مهمة المركبات من أجل الخروج من هذه القوقعة التي حاصرتهم بها الثلوج وتحريرهم إلى الأماكن الآمنة وإيصال المواطنين الذين كانوا على المركبات أو على مستوى المركبات في ظروف صحية جيدة، لم نسجل أي خسائر بشرية. تذكر هذه جملة التدخلات اللي قامت بها مصالحنا خلال 48 ساعة الأخيرة، أي من يوم الخميس صباحا إلى غاية صباحة اليوم بسبب الظروف المناخية الاستثنائية التي عاشتها مختلف ولايات الوطن.